أعلن حزب الليكود اليميني وتكتله السياسي فوزه في انتخابات الكنيسة 25 بحوالي 65 مقعدا من أصل 120، وستتشكل الحكومة المرتقبة مبدئيا من أحزاب الليكود وشاس والصهيونية الدينية ويهودات هاتورا، وجميعها أحزاب يمينية متطرفة. وليست هذه هي المرة الأولى التي يشكل فيها بنيامين نتنياهو زعيم حزب الليكود حكومة إسرائيلية، ولكن الوجود المحتمل لعناصر يمينية متشددة متطرفة فيها أحدث ترقبا محليا ودوليا تجاه ملامح سياساتها. وللمرة الأولى صدرت دعوات دولية للحكومة الإسرائيلية حتى قبل أن تتشكل الحكومة لاحترام حقوق الأقليات في إسرائيل. ويعتقد على نحو واسع أن انضمام تحالف الصهيونية الدينية برئاسة يتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير إلى الحكومة المرتقبة سيدفعها باتجاه تبني سياسات متشددة ضد الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وحتى ضد المواطنين العرب الفلسطينيين في دولة الاحتلال. وتترقب الدول العربية تشكيلة الحكومة الإسرائيلية المقبلة لمعرفة سياساتها تجاه القضايا الملتهبة في المنطقة، بما فيها الملف النووي الإيراني واتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان والأزمة الأوكرانية. وتستبعد التوقعات انطلاقة سياسية في الملف الفلسطيني الإسرائيلي المجمد منذ سنوات طويلة، لكن ثم اعتقاد بأن الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية سيتصاعد. فما هي ملامح المرحلة القادمة بشأن الملف الفلسطيني الداخلي وعلاقته بحكومة نتنياهو، وكذا بشأن مستقبل التطبيع العربي مع الاحتلال، وما تأثير الحكومة المرتقبة على ملف الصراع مع إيران؟ قبل الخوض في هذه الأسئلة والنقاش حولها نتابع هذا التقرير للزميل عبد العزيز بن عمر. عودة لواجهة الحياة السياسية في تل أبيب، وتوقعات بدفعة قوية لقطار التطبيع، وعود داخلية بتحسين الوضع الأمني، ملفات ووعود قدمها بنيامين نتنياهو لأنصاره في حملته الانتخابية. فكيف ستنعكس عودته على ملف التطبيع والعلاقات الإسرائيلية مع دول الشرق الأوسط؟ من الواضح للعيان أن علاقات الدول المطبعة مع إسرائيل في تقدم مستمر، حيث فتحت الإمارات أبوابها مشرعة أمام تل أبيب اقتصاديا وأمنيا وعسكريا، والبحرين تسير في نفس الاتجاه، بينما تتوجه المغرب نحو تنسيق أمني واسع. وفي لقاء تلفزيوني سابق صرح نتنياهو أن الهدف الدبلوماسي الرئيسي بالنسبة له سيكون تطبيع العلاقات الدبلوماسية مع المملكة العربية السعودية. وزعم نتنياهو أن الرياض تتجه نحو التطبيع على أي حال، مع منح التفويض بالتحليق الجوي الإسرائيلي فوق أجوائها في العام 2018. وأشار أيضا في ذات اللقاء أنه لم يكن ممكنا لدول الخليج التي قامت بتطبيع العلاقات مع إسرائيل أن تفعل ذلك من دون موافقة المملكة العربية السعودية. وزعم نتنياهو خلال اللقاء السابق قبيل خوضه الانتخابات أن المصلحة الغالبة للسعوديين هي الدفاع عن أمنهم ضد إيران، وأن الرياض لن تسمح باستخدام ما أسماه فيتو فلسطيني ضد ما يفعلون. ومع عودته إلى رئاسة الوزراء من المرجح أن يسير نتنياهو بخطى سريعة نحو تحقيق أهدافه تطبيع حكومته مع أغلب أنظمة الخليج، والسؤال متى وما الظروف التي سيسوقها المطبعون المحتملون تبريرا لذلك. وفي سياق إقليمي موازن، يعتبر فوز نتنياهو خبرا سيئا آخر لمسار الاتفاق النووي الإيراني الذي كان معلقا بالفعل بخيط رفيع بسبب التعنت الإيراني والاضطرابات الداخلية. ونظرا لهوسه الطويل بإيران، يمكن توقع أن يزيد نتنياهو الضغط على إدارة جو بايدن لتكثيف إنفاذ العقوبات والعمل مع إسرائيل لإعداد خيارات أكثر عنفا لمحاولة إضعاف وتأخير برنامج إيران النووي. الساحة السياسية الإسرائيلية لا تسع حاليا حسب محللين غير نتنياهو والأحزاب المتحالفة معه والمحيطة به، لترسم بذلك لنفسها ملامح حالية ومستقبلية واضحة، مؤثرة بذلك وبشكل مباشر على الساحة الفلسطينية الداخلية معمقة لانقسامها، وعلى الساحة الخليجية والعربية مخترقة لها. إذن لمناقشة هذا الموضوع أرحب بضيوفي هنا في الاستوديو الدكتور عدنان أبو عامر الكاتب والباحث في الشؤون الفلسطينية والإسرائيلية، وعبر سكايب سيكون معنا بعد قليل السيد عريب الرنتاوي مدير مركز القدس للدراسات السياسية من عمان في الأردن. وأبدأ معك
الدكتور عدنان. دكتور، برأيك ما هي المتغيرات التي ستحملها عودة بنيامين نتنياهو لرئاسة الحكومة الإسرائيلية سياسيا في علاقاتها الفلسطينية العربية والإقليمية وكذلك الدولية؟ أسعد الله مساك أستاذ زاهر والسادة المشاهدين والضيف الكريم. من الواضح أن هناك جل متغيرات إسرائيلية داخلية بالأساس جعلت نتنياهو يعود من بعد سنة ونصف من الغياب إلى سدة رئاسة الحكومة الإسرائيلية كما هو متوقع وقائم. لعل أهمها أن معسكر اليمين الإسرائيلي يمين الفاشل المتطرف عاد بقوة لم يكن يتوقعها نتنياهو. كانت كله تتكلم عن 61-62 أن يعود ب 64 مقعد في الكنيسة، هذا يعني إنجاز تاريخي كبير لنتنياهو يجعله إلى حد ما يشعر بأريحية شبكة أمان برلمانية في داخل الكنيسة. واحد. اثنين، هناك متغير لافت لابد أن يكون العرب قرأوه جيدا، وهو حالة صعود اليمين الفاشي بكي تشكل الكتلة البرلمانية الثالثة في الكنيسة، وهذا لم يكن متحقق منذ سنوات وعقود طويلة، وهذا يعني أننا أمام أخطر حكومة إسرائيلية يمينية فاشية في تاريخ دولة الاحتلال. المتغير الثالث أن نتنياهو نفسه ذاته الذي يوشك أن يشكل حكومته السادسة وبذلك يكون يتوج ملك ملوك إسرائيل، كان قاب قوسين وأدنى من دخول السجن بسبب قضايا الفساد وأن يبرم بصفقة الإقرار بالذنب مع النيابة العامة، لكن بقدرة قادر استطاع أن ينجو هذا الساحر من قبضة السجن إلى عودة رئاسة الحكومة. هذه المتغيرات مجتمعة في داخل دولة الاحتلال تعطي إشارات لا تخطئها العين عما قد تنتجه الحكومة الإسرائيلية من تطورات مع الساحة الفلسطينية، الدول العربية، ملف النووي الإيراني، الحرب الأوكرانية الروسية، فضلا عن العلاقة مع الحليف الأمريكي في ظل عدم ترحيب بايدن بفوز نتنياهو. هل يعني سمعنا عن تحذيرات دولية متعلقة بهذه الحكومة وخشية من ممارساتها ضد الفلسطينيين، هل هذه التحذيرات جادة في العالم الغربي على الخصوص وبالذات في أمريكا وأوروبا؟ هل سيحمل نتنياهو هذه التحذيرات محمل الجد ويحاول أن لا يدخل إلى الحكومة هذه الأطراف الأكثر تطرفا في الساحة الإسرائيلية؟ شوف، على صعيد التحذيرات الدولية نعم هي صحيحة محقة في ذلك، وهي ترى أن وجود أشخاص مجرمون فاشيون متطرفون وجهت إليهم تهم سابق من قبل الأمن الإسرائيلي بالإرهاب وعمل الجرائم والمافيا الاستيطانية مثل بن غفير وسموتريتش، هذا بالتأكيد تحذيرات محقة ولها وجهة سياسية، لا سيما وأن المجتمع الدولي المتواطئ مع مسألة إدارة الصراع مع إسرائيل وليس حله مع الفلسطينيين يدرك أن هذه الحكومة قد تقدم على إجراءات وممارسات جنونية تربك كل ملف في الشرق الأوسط. هذا واحد. اثنين، الأمريكان تحديدا يشعرون، وهذا لم يكن سرا ولا خفيا، أن بايدن حتى الساعات الأخيرة كان يدفع بكل ثقله عبر هيرتسوغ رئيس الإسرائيلي لإنجاح لبيد، ولعل تأخر بايدن 6 أيام عن الاتصال بنتنياهو مهنئا هذا يعني إشارة لم تخفى عن نتنياهو. هذه التحذيرات ما أدها أن الأمريكان بالذات أن نتنياهو قد يستعيد توتره مع أوباما في 2015 حين خطب في الكونغرس ضد اتفاق النووي الإيراني وقد كان بايدن نائبا لأوباما. هل يعيد نتنياهو هذه الكرة مع بايدن؟ هذا ما يخشاه بايدن في المرحلة القادمة. يعني هل تعتقد أن أمريكا جادة، وإذا كانت جادة قادرة على التأثير على نتنياهو لتغير توجهه في عملية تشكيل الحكومة ليتفادى مثل هذا النزاع أو الاختلاف مع الإدارة الأمريكية؟ شوف، عند الإسرائيليين مثل سياسي متعارف، يريد ولكن لا يستطيع ويستطيع ولكن لا يريد. الأمريكان اليوم كما تعلم بعد الانتخابات النصفية بعد أقل من عام سيدخل بايدن عملية مرحلة الانتخابات أو تحضير الانتخابات الرئاسية الجديدة، وبالتالي يدخل فيما يسميه الأمريكان البطل العرجاء، أي سيكون مفتقد لأي أدوات ضغط على الحكومة الإسرائيلية. خلال هذا العام سنكون أمام استقراء لافت لطبيعة العلاقة الأمريكية الإسرائيلية. إذا لاحظت معي في الأيام الأخيرة أرسلت أمريكا بعض الرسائل الإعلامية والسياسية، إعلامية كلام مصدر أمريكي مسؤول أن أمريكا تريد التعامل مع وزير دفاع يمكن التعامل معه، أي سموتريتش خارج اللعبة. واحد. اثنين، ولذلك في الأيام الأخيرة آخر يومين هناك قطيع بين نتنياهو وسموتريتش عمل نهائيا، رغم وجود غطاء حاخامي كبير من قبل الصهيونية الدينية بتولي سموتريتش وزارة الحرب، لكن الأصوات الأمنية والعسكرية ترى أن سموتريتش وزارة الحرب يعني كارثة لإسرائيل. اثنين، طلب الـ FBI للتحقيق في موضوع اغتيال الصحفية شيرين أبو عقلة قرئ سياسيا في إسرائيل أنه ملف قادم أمام الحكومة الإسرائيلية القادمة، لذلك ورقة ضغط استشرافية مبكرة أمام نتنياهو. هذا ورق بايدن، هل يستطيع أن يمنع نتنياهو؟ أنا أعتقد أن نتنياهو
ليس لوحده في الساحة الإسرائيلية، هو الآن سيحاول أن كما يقال يدور الزوايا مع اليمين الإسرائيلي، ما هو حتى 14 من ديسمبر القادم لتشكيل الحكومة إن لم يستطع أسبوعين إضافيين، لكن نتنياهو يستطيع بأخرى أن يعني يقنع المتطرفين، يعطيهم وزارات المالية وزارة الداخلية أمن الداخل، ويبتعدوا عن ملف وزارة الدفاع بشكل أساسي. جميل، اسمح لي أشرك معنا الآن أستاذ عريب الرنتاوي مدير مركز القدس للدراسات السياسية من عمان. أستاذ عريب أهلا وسهلا بك معنا. أهلا وسهلا أستاذ عريب. ذلك ما تحدثنا به هو بشأن التخوفات الدولية من تداعيات تشكيل الحكومة التي توصف بالأكثر تطرفا فيما لو دخل فيها هذه المجموعات التي فازت في الانتخابات. السؤال هو الآن ماذا عن تأثير هكذا حكومة على الجبهة الداخلية الفلسطينية، على الوضع الداخلي الفلسطيني، على العلاقة مع الفلسطينيين؟ هل سنشهد مزيدا من التوتر سواء مع رام الله سياسيا أو مع غزة عسكريا مثلا، مع الإدراك أن شهاب وأخيه بالنسبة للفلسطينيين سواء؟ يعني صحيح، يعني شهاب الدين لا يختلف عن أخيه بالنسبة للفلسطينيين عموما، ولكن هناك من بين الفلسطينيين من يميز بين شهاب الدين وأخيه، وكان يتمنى لو أن لبيد وغانز وحتى نفتالي بنت يعني أمكن لهما العودة ضمن ائتلاف بديل عن ائتلاف اليمين واليمين المتطرف بقيادة نتنياهو. هذه اللعبة لم تخرج منها القيادة الفلسطينية حتى اللحظة، وما زالت تراهن وتعول، وكان هناك محاولات مع الناخبين العرب مع الأحزاب العربية، وهذه اللعبة أيضا لم تكن فلسطينية محضة، أيضا بعض الأطراف العربية ومن بينها الأردن أيضا حثت الناخبين العرب للعمل ما بوسعهم في الحقيقة من أجل قطع الطريق على نتنياهو، ولكن كل هذه المحاولات فشلت وعاد نتنياهو أقوى مما كان، وهذه المرة ليس بأصوات الليكود التي تقريبا لم تتغير في آخر 5 انتخابات، وإنما بأصوات اليمين الفاشي في إسرائيل، الصهيونية الدينية والحزبين الدينيين التقليديين شاس ويهودية التوراة، معا 64 مقعد في الكنيسة. إذن نحن أمام يعني حكومة من طراز مختلف، أكثر تشددا، أكثر فاشية من غيرها من الحكومات، لذلك من المتوقع في الحقيقة إطلاق غول الاستيطان يعني بدون ضوابط وبدون قيود في كثير من المناطق الفلسطينية. هذا الائتلاف عينه على المنطقة جيم، وعينه على استكمال تهويد القدس وأسرالتها، وعينه على تغيير الطابع القانوني والتاريخي للحرم الشريف بشكل خاص، وبن كفير نفسه هو من قاد كل حملات الاقتحام المتكررة للمسجد الأقصى مدججا بالكراهية والسلاح وحماية الجيش الإسرائيلي على حد سواء. من المتوقع من موقعه المسؤول الكبير ربما على رأس حقيبة الأمن الداخلي أن يكون يعني في موضع يمكنه من إطلاق يعني يد الاستيطان في عمق الأراضي الفلسطينية المحتلة بالذات المنطقة جيم. من المتوقع في الحقيقة زيادة في المواجهات الميدانية إن بسبب التصعيد والعربدة الإسرائيلية أو بسبب مقاومة الشعب الفلسطيني لهذه العربدة. من المتوقع أن نرى مزيدا من الشهداء ومن الدماء تسيل، يعني رغم أن الحكومة السابقة لم تقصر بحق الشعب الفلسطيني، 195 شهيد منذ بداية العام حتى يومنا هذا، منهم يعني 52 شهيد في قطاع غزة، يعني الأرقام مروعة يعني في هذا المجال. أستاذ عريب، أستاذ عريب معذرة، وأنت تتحدث عن غزة، يعني لو يعني نتطرق إلى كيف يمكن أن يتعامل نتنياهو مع ملف المقاومة الفلسطينية في شقها في غزة. هل يعني هل هل مثلا هل مثلا لو سمحت لي يعني يمكن أن يكون هناك تصعيد، وخاصة أن نتنياهو كما تعلمون كان آخر عهده بالحكومة الماضية الفشل الذريع في المعركة التي سميت معركة سيف القدس من قبل الفلسطينيين، واعتبرها الفلسطينيون فيها إهانة كبيرة لنتنياهو، ما التداعيات وتأثير ذلك؟ يعني اليوم التقارير الإسرائيلية وبالأمس تتحدث عن استراتيجية جديدة في التعامل مع الضفة الغربية، بمعنى أن الفصائل التي تنخرط في تثوير الضفة الغربية، وهنا إشارة إلى حماس والجهاد الإسلامي وبعض الفصائل الأخرى، سوف يجري الانتقام منها في غزة، بمعنى ستعاقب في غزة على ما تفعله في الضفة الغربية. هذا سيفتح الباب أمام موجات جديدة من التصعيد في حال جرى
الأخذ بهذه الاستراتيجية الجديدة. في كل الأحوال يعني سياسة المعركة بين حربين، سواء التي تعتمدها يعني إسرائيل في مواجهة إيران أو في مواجهة المقاومة في غزة، سوف تستمر. سوف تستمر عمليات القمع بشكل استثنائي ومكثف في الضفة الغربية دون ما اكتراث وضع السلطة الفلسطينية، لأن هناك من بين الائتلاف من يفضل في الحقيقة التعامل مباشرة مع الملف الفلسطيني دون وساطة السلطة الفلسطينية. ولكن أعتقد أن هناك نذر حقيقية جدية بفتح معركة غزة ربما على الأقل لإقناع الفصائل بأنها ستدفع ثمنا باهظا إن هي يعني استمرت في سياسة تثوير الضفة الغربية ودعم أفعال المقاومة وتمجيد العمليات، حتى بما في ذلك العمليات التي يقوم بها أفراد ليسوا منضوين تحت رايات فصائلية مختلفة. طيب. لذلك نعم التصعيد وارد، وهذا التصعيد ستكون له انعكاسات وتداعيات على دول مجاورة كالأردن الذي يخشى التصعيد في الضفة الغربية ويخشى من انتقال شراراته إلى الداخل الأردني، كما أن الرعاية الهاشمية للمقدسات ستكون عرضة لمزيد من الاختراقات والانتهاكات وربما من عملية التمويت التدريجي لمفهوم الوصاية والرعاية. طيب في هذا المجال، وأنت تتحدث أمام مرحلة جديدة من التصعيد. نعم، وأنت تتحدث عن الأردن كمثال للدول التي لديها تطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي على الأقل على المستوى الرسمي أقصد. يعني دعني أسأل ضيفي هنا في الاستوديو الدكتور عدنان أبو عامر، كيف سيكون مستقبل التطبيع مع الدول العربية عموما وربما الخليجية لأن لها خصوص، ولدى نتنياهو تطلعات وطموح وآمال عريضة في توسيع رقعة التطبيع على الأقل في الخليج، كيف سيكون عودة نتنياهو لرئاسة الحكومة في هذه التشكيلة المتوقعة المتطرفة أو الأكثر تطرفا؟ ما هو تداعيات ذلك على خطط نتنياهو من جهة وعلى إقبال العرب على هذا التطبيع؟ كما تعلم نتنياهو حين بادر الاتفاقية التطبيع في 2020 بقيادة ترامب مع دول الخليج هو أراد إثبات فرضيته السابقة أنه يمكن بالإمكان التطبيع مع الدول العربية بالقفز على الملف الفلسطيني، أي أن التطبيع ليس بالضرورة نتيجة عن إنجاز الصراع مع الفلسطيني الإسرائيلي، وبذلك هو يخالف معسكر الوسط واليسار في إسرائيل. الآن هو سيستأنف هذه الاتفاقيات كما لاحظت معي في الأيام الأخيرة، وصارت اتصالات هاتفية مباركات من دول الخليج، من الأردن، مصر، دول عربية أخرى وإسلامية، ويبدو أنه ماض في اتفاقية هذه وعينه على دول كبرى ثقيلة العيار كالسعودية مثلا، أندونيسيا، دول أخرى كبرى قد تكون قادمة في الطريق. حتى في العام ونصف الذي غاب فيه نتنياهو المؤسسة السياسية الإسرائيلية والأمنية واصلت اتصالات عمليا مع هذه الدول بعينها، وكان هناك توجه كما يبدو من إدارة بايدن باستئناف هذه العملية التطبيع في الفترة القادمة. هل يستطيع نتنياهو المضيف هذه الاتفاقيات بالرغم من يعني إمعانه في الضغط على الملف الفلسطيني؟ يمكن، لكن ليس بالضرورة أن تذهب الأمور باتجاه تطبيع كما كان سابقا، أي أن الدول التي قد تطبع مع إسرائيل، إندونيسيا بالذات مثلا، السعودية مثلا، قد يكون أمامها ملفات أخرى تحول دون إنجاز التطبيع. من ذلك مثلا، والآن هذا قد يبدو واضحا، أن العلاقة الأمريكية الخليجية ليست على ما يرام في المرحلة الحالية، خاصة السعودية والإمارات. هل يذهب نتنياهو مثلا إلى تطوير علاقته مع السعودية بعيدة عن أمريكا؟ هذا السؤال بحاجة إلى إجابة. ولذلك الاتفاقيات الإسرائيلية العربية القادمة في التطبيع قد تبدو يعني أكثر يسرا. نتنياهو كما تعلم عراب هذه التطبيعات، وعلاقاته الشخصية مع زوان العرب والمسلمين كثيرة جدا، وهذا قد يجعله أكثر قدرة على تسويق نفسه في المجتمع الدولي الاتحاد الأوروبي وأمريكا، إذا ما استطاع أن يقدم لهذه الدول العربية والإسلامية بعض الجزرات الأمنية العسكرية السياسية الاقتصادية، بغض النظر عن تشكيلة حكومته الأكثر تطرفا. بغض النظر، كان هناك قائد عند الإسرائيليين يقولون أننا نحارب الفلسطينيين بمعزل عن اتفاقية التسوية ونقطة اتفاقية التسوية بمعزل عن محاربة الفلسطينيين. هذه الإسرائيليين يقولون كما يقال الإخوان المصريين دي حاجة ودي حاجة. هذا الاتفاقية التطبيعية الحاصلة يرى الإسرائيليون خاصة نتنياهو أن الدول العربية مستفيدة منها ليس أقل استفادة من الإسرائيليين، خاصة في الموضوع الأمني والعسكري والاستخباري والمعلومات والتجسس في هذا المسألة. لكن أستاذ عريب، في هذه النقطة يعني بعض المحللين الإسرائيليين يعتقدون أن سياسات حكومة نتنياهو القادمة والتي توصف بالمتطرفة أو الأكثر تطرفا ستعرض اتفاقيات التطبيع الحالية إلى خطر وتقلل من إمكانياته في التوسع في التطبيع، ما رأيك في ذلك؟
هذا صحيح في حال واحد، أن هذه الحكومة قارفت جرائم من العيار الثقيل بحق الشعب الفلسطيني. اندلعت انتفاضة فلسطينية جديدة، سالت الكثير من الدماء في القدس وساحات الأقصى في هذا المجال. نعم، وهذا سيناريو محتمل بالمناسبة مع هذه الحكومة، وهذا سيجعل مهمة التطبيع صعبة أمام نتنياهو أو غيره من القادة الإسرائيليين، وسيضع الدول المطبعة في مكانة حرجة على هذا الصعيد. أعتقد يعني أبلغ نتنياهو يعني من قبل بعض الأوساط العربية وبشكل مباشر يعني وقبل الانتخابات بأن حكومة يتولى فيها بن كفير وسموتريتش يعني مواقع أساسية سيكون لها انعكاسات على المشهد الفلسطيني قد تؤثر سلبا على العلاقات العربية الإسرائيلية. لن تنقطع علاقات دول التطبيع مع إسرائيل، بمعنى لن يقدم أحد على وقف مسار التطبيع، ولكن ربما لا نشهد اختراقات كبيرة إلى الأمام في هذا المجال، لا مع بالنسبة لإسرائيل والدول التي طبعت وصارت على المسار الإبراهيمي، ولا لدول جديدة في هذا المجال. ربما نبقى في حالة من المراوحة، علاقات فاترة دافئة قليلاً، more of the same thing، المزيد من الشيء ذاته، ولكن لا أعتقد في ظل هذه الحكومة أن مسار التطبيع سوف يعني يشهد انطلاقة كبيرة. حتى اللهم في رأي. حالة واحدة فضل. وهو سيناريو انفجار المشهد على ضفتي الخليج العربي بين إيران والمملكة العربية السعودية، وهناك في الأيام الأخيرة أحاديث مقلقة في هذا المجال. نعم. وهناك اليوم ضرب ناقلة النفط في بحر عمان، وهناك التعثر في البرنامج النووي ومفاوضات فيينا. إن وصلت الأمور مع إيران إلى حد المواجهة الساخنة أو شبه الساخنة، أعتقد أن هذه سوف تكون مدخل مناسب لنتنياهو لتقديم نفسه بوصفه حليفا موثوقا يستطيع أن يملأ فراغا أمنيا وعسكريا تملأه الولايات المتحدة. نعم، وهذا يقودني إلى السؤال هنا لضيفي في الاستوديو دكتور عدنان، ما هو في تقديرك يعني أو قراءتك للموقف الإسرائيلي من الاتفاق النووي الإيراني وإمكانية فعلا الوصول إلى مثل هذا السيناريو الذي أشار إليه الأستاذ عريب؟ شوف، هناك مجموعة من المعطيات أمام مصانع القرار الإسرائيلي الفترة القادمة، خاصة في المجال الحربي والعسكري. الملف الفلسطيني قد لا يكون ذو أولوية متقدمة عند نتنياهو في ظل وجود ملف نووي إيراني قائم، ونتنياهو سيستعيد بصورة قد يكون أقل حدة تحديه الإدارة الأمريكية بعدم إنجاز اتفاق نووي مع إيران مهما كان الثمن. بايدن يدرك قوة نتنياهو عند الجمهوريين في الإدارة في الولايات المتحدة، ولذلك وخاصة في ظل أن تعثر الموضوع أنه إيراني، تورط إيران مع الروس في حرب أوكرانيا، تراجع المواقف الأوروبية التي كانت متحمسة لاتفاق نووي، هذا يعني أن الطريقة تكون معبدة من نتنياهو لإفشال أي اتفاق نووي قادم. يمكن في هذه الحالة دخول نتنياهو على خط دول الخليج بمحاولة تحريضها أو إشعارها بأنه هو التي قد يكون موكل بحمايتها من أي أخطار إيرانية قادمة في الطريق من خلال توثيق علاقات أمنية والعسكرية. في نقطة كثير مهمة جدا في هذا السياق، أن الإيرانيين يدركون جيدا أن نتنياهو الفترة القادمة سيستأنف سياسة المعارك بين الحروب التي قادها منذ 2013-2012 في سوريا، وسنشهد في قادم أيام تصعيد للضربات الإسرائيلية في قلب الأراضي السورية ضد شحنات الأسلحة الإيرانية، وقد نشهد أيضا استئناف لضربات اغتيالات في قلب إيران من قبل الموساد العلماء والمواقع العسكرية. هذا كله يعطيك دلالة واضحة أن نتنياهو سيستأنف سياسة هي قائمة بالأساس، لكن مع تقرب أكثر من الدول العربية. على فكرة، حتى لو شهدنا نوع من الفتور في العلاقات العربية الإسرائيلية، لكن من يتابع المشهد الإسرائيلي جيدا يرى أن العلاقات الأمنية الاستخبارية العسكرية على قدم وساق بغض النظر عن رئيس الحكومة القائم في هذه المرحلة. طيب، أختم بجزئية مرتبطة بالتطبيع، لأنه حتى لو أصحاب توقيع اتفاقية ترسيم الحدود في لبنان لا يحبون هذه التسمية، لكن هي شكل على الأقل من وجهة نظر بعض الناقدين للبنان شكل من أشكال التطبيع أو خطوة باتجاهه. ما هو تأثير مثل هكذا حكومة وعودة نتنياهو على ترسيم الحدود، علما بأنه هناك أصوات داخل مجموعته أو معسكره يطالبون بتعديلات في بنودها؟
شوف نتنياهو حين أعلن سابق أنه لن يعترف بهذه الاتفاقية سرعان ما استدرك نفسه وقال أنا سأتعامل معها كما تعامل اتفاق أوسلو مع الفلسطينيين. نتنياهو يدرك أن عراب الاتفاقية هي الولايات المتحدة الأمريكية إدارة بايدن وهو لا ينوي الدخول في صدام معها، لكن قد افتعل أحداث ميدانية إجرائية على أرض الواقع يتعامل كما لو أن الاتفاق غير قائم عمليا من خلال الاستفادة من حقول النفط في بحر المتوسط والاستفادة الاقتصادية على حساب اللبنانيين، ويدرك أن العلاقة أو أن أي توتر لبناني إسرائيلي سيكون مكلفا على الجانبين على حزب الله وإسرائيل، ولذلك قد اتفق مع لبنان سياسة حافة الهاوية يستفيد من الاتفاقية على الصعود الاقتصادية والتجارية بغض النظر عن الدخول في صدام مع الإدارة الأمريكية. أشكرك دكتور عدنان أبو عامر الكاتب والباحث في الشؤون الإسرائيلية والفلسطينية، والشكر موصول أيضا للأستاذ عريب الرنتاوي مدير مركز القدس للدراسات السياسية في عمان، ولكم مشاهدينا كل الشكر والتقدير، وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة هذا زاهر بيرا ويستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.